العيد ليس فقط هو يعني انتهاء شهر ودخول، لا، هو فرحة كبيرة جدا. على وأنا أقول من الأشياء الجميلة اللي ممكن تغيب عنا أنه نربط هذه الفرحة خاصة لأبنائنا والجيل هذا الصاعد، فرحة هذا العيد بفرحة التمام، فرحة البلوغ، وأن الله تعالى أكرمنا وبلغنا هذا الشهر الكريم بلياليه وأيامه وفضله وخيراته، وأتم علينا وأدركنا إيش؟ أدركنا هذا العيد اليوم وهذا الفرحة وهذا الجمال وهذا اللقيا بالناس و... يعني أنا وعدتك أن أزورك إن شاء الله. حياكم الله بإذن الله. هذه من السنن. أنا معلش تنحت، كنت مع السماعة معك. لا أنا متعود. حياك لا الله. لا متعود حسن. عليك أنا متعود. بالعكس. أنا والله أتشرف بهذه المناسبة السنوية اللي أفخر فيها مع حضور الحبايب. الله يسلمك. وربنا يجمعنا إياكم على خير إن شاء الله. وهذا يمكن اللي النقطة اللي بدأ فيها أبو حسان الحديث، إنه العيد فيه شوية تفاصيل. نعم. يعني كل ما ركزت أنت في التفاصيل كل ما كان العيد له معنى أجمل، ويمكن يعني تتجدد فيه المعاني، لأنه هو من الأيام الموسمية. وهذه الأيام الموسمية كل واحد يترقبها بفارغ الصبر وما يصاحبها من تجديد. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني نسأل الله يمن علينا وعليكم يعني ببر والدينا، ومن كان أو فقد نسأل الله أن يعوضه خيرا، والبر ما زال مستمرا. يعني العيد يمكن أنت تطلع تصلي الفجر وبعدين تروح صلاة العيد، لما ترجع تلتقي بالوالدين تحس أن اللقاء مختلف تماما عن اللقاء يعني عن أي لقاء كان، لأنه في هذا الموسم. فلا بد أنه يكون في تفاصيل جديدة في هذا اللقاء يعني مع الوالدين. وأنا صراحة أهيب بنفسي أنه يعني اللي لحق مثلا اليوم والأيام القادمة إن لم يدرك فليجدد، يعني حتى من فقد يعني لا ينسى يعني من فقده في مثل هذه الأيام المباركة بالدعاء والذكرى الحسنة والعمل الصالح، يعني مثل الأوقاف الحمد لله اللي موجودة في جمعياتنا الخيرية المتناثرة في ربوع هذا البلد المعطاء. وفي نقطة برضو هنا شوية بس في التفاصيل، بعض الناس يعني مثلا في العيد نحن نقول يعني الفرحة، بعضهم بحسن نية قد يأتيك ببعض المنغصات مثلا عليك في العيد، مثلا بذكر المآسي، مثلا مآسي المسلمين مثلا، أو تذكير الناس بمن عيد بأي عيد جئت يا عيد، عيد بأي حال عدت يا عيد، أفيما مضى أم بأمر فيك تجديد، يا عيد ما افتر ثغر المجد فيك يا عيد، يعني مو لهالدرجة. وفي المقابل يعني مثلا صحيح أنه إحنا فقدنا أناس، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، لا نثير ذكراهم في مثل هالمناسبات السعيدة حتى لا نضيق الصدور. يعني حنا ودنا نفرح في هذا اليوم، وهذا لا يعني احنا قلنا نتجاهلهم، بالعكس ان شاء الله العمل والدعاء يعني مستمر لهم بكل خير. هذه عباده العيد التي تكبر الله على ما هداكم. نعم. انا اذكر في احدى السنوات يعني كنا في صلاه التهجد وفي اخر ليله، فكانت الاجواء اجواء يعني اجواء وداع والفقد والحزن. الله. وكان الامام صاحب حكمه، فكانت هذيك الليله ليله 30 يعني ما في ليله شك بعدها. فبعد ما انتهى من صلاه التهجد ووفق في هذه الليلة من الدعاء والابتهال، يعني تكلم يعني مع جموع المسلمين وقال: كما تعبدنا الله في هذه الليالي بالبكاء، يتعبدنا الله في نهار العيد بالفرح والسرور. وهذه موازنة المسلم. ربنا تعبد قبلها بليلة أن تكون متبتل منكسر، تدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يتقبلك وتفتقد هذه الأيام المباركة، لكن من اليوم الثاني تتعبد الله بالفرح، تظهر مظاهر الفرح عليك وعلى أهلك وأبنائك ومن حولك، تعيش هذه الأجواء. إن الله سبحانه وتعالى بلغك هذا الشهر المبارك، فكنت فيه من الصوام القوام، كنت فيه من العابدين المتهجدين، واليوم يبلغك التمام، يبلغك أن تكون بين أهلك أحبابك وإخوانك، تأنس بهم، تقترب منهم، تفرح معهم. هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة. الفرح قيمة جميلة وهي موجودة في حياتنا، والعيد يؤكد على هذا المعنى. جميل. أن يكون معنى جميل ولطيف وحاضر في أذهاننا وفي سلوكنا. حبيبي قول كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفرح بالعيد. اللهم صل على اللي يعني فقد أحب الناس إليه وفقد أصحابه، وفي رمضان في المعارك، طيب، وخير من صام وخير من صلى وخير من قام وخير من دعا، طيب، وخير من حمل هم الأمة، ومع هذا يجي العيد يفرحه ويأتي بالسنن، يذهب من طريق ويعود من طريق ويلتقي بالصحابة. يا حبيبي العيد فرحة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.